متابعي قناة جديد العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غتشوفوا مجموعة من التخفيضات اللي كاينة في بعض متاجر بيم. نبداو بهذا المنتوج ليكوش ديال الدلع اللي كان ب25 درهم ودابا ولا غير ب17 درهم. كاين معنا هاد الشطابة اللي كان 30 درهم ودابا ولا غير ب21 درهم. كاين معنا هاد الستة ديال الكيسان ديال القهوة اللي كانوا ب23 درهم ودابا تيبقاو ب16 درهم. كاين معنا هاد الكريمة الثمن ديالها 28 درهم وكانت من قبل ب40 درهم. كاين معنا هاد الكبسولات هادو، كاين 40 بياس ديال الماشين اوتوماتيك اللي كانوا ب124 درهم تيبقاو ب90 درهم 18%. كاين معنا هاد 6 ديال الكيسان ديال الماء اللي كان الثمن ديالهم 55 درهم تيبقاو ب38 درهم. ما تنساوش الاخوان الى عجبكم هذا الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب للفيديو وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. اللي عنده شي اراء ولا شي تعليقات ولا شي سؤال على شي منتوج يخليه في الكومونتيرات ونكملوا الفيديو ان شاء الله. كاين معنا الطقم للتنظيف اللي كان الثمن ديالو 100 درهم ودابا تيبقى ب70 درهم. كاين معنا هاد الورق الصحي 24 بياس اللي كان الثمن ديالو 70 درهم ودابا تيبقى غير ب50 درهم. كاين معنا هاد الكبسولات ديال الشكلاط اللي الثمن ديالهم كان ب75 درهم ودابا تيبقاو ب52 درهم. كاين معنا هاد الصلصة هادي اللي الحجم ديالها 350 غرام اللي كانت الثمن ديالها 22 درهم ودابا تتبقى ب15 درهم. كاين معنا هاد النوع ديال الشكلاط اللي كان الثمن ديالو 39 درهم وتيبقى ب32 درهم. كاين معنا هاد القميص للأطفال اللي كان الثمن ديالو 40 درهم ودابا تيبقى ب23 درهم. كاين معنا هاد التونة هادي اللي الوزن ديالها 1700 غرام اللي كان الثمن ديالها 130 درهم 2600 ريال دابا تتبقى ب91 درهم. كاين معنا هاد الخل هذا اللي الثمن ديالو 20 درهم وكان من قبل 27 درهم. كاين معنا هاد السجادة اللي الثمن ديالها 14 درهم وكانت من قبل ب20 درهم. ما تنساوش ديروا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة ولا عندكم شي اراء تخليوها في الكومونتيرات وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنحط لكم العروض اللي غتكون الجمعة المقبل جميع متاجر بيم. كاين معنا هاد الصلصة هادي اللي كانت ب30 درهم ودابا تتبقى ب21 درهم الوزن ديالها 190 غرام. كاين هاد المناديل هادو اللي كانت الثمن ديالهم 13 درهم ودابا تيبقاو ب8 درهم. كاين هاد التقيشرات ديال الدراري الصغار 2 بياس كانوا ب15 درهم ودابا تيبقاو ب10 درهم. كاين هاد الليبة هادي ديال الدراري الصغار اللي الثمن ديالها 24 درهم من قبل كانت ب35 درهم. كاين معنا هاد النوع ديال الأتاي
اللي الثمن ديالو 12 درهم، من قبل كان 17 درهم، الحجم ديالو 200 غرام، دابا نشوفوا العروض اللي كاينه في متاجر بيب، يعني كاينه في جميع متاجر بيب ابتداء من هذا النهار الجمعه. كاين معنا هاد جوج ديال المخاد الثمن ديالهم 50 درهم، يعني تتبقى ب 500 ريال الوحده. كاين معنا هاد السرير لشخص واحد الثمن ديالو 600 درهم، والطول ديالو 190 سنتيم، والعرض 90 سنتيم، فيه لا غارانتي 5 سنين. بالنسبة للمارك مونديال، كاين هاد المعطر هذا اللي تيجي مع الإضاءة، كاين جوج لوينات الثمن ديالو 30 درهم، كاين معنا هاد الوسادة بالنسبة اللي عنده وليدات صغار تساعدهم باش يجلسوا مقادين، الثمن ديالو 89 درهم، من 1800 ريال، وفيها جوج لوينات. كاين معنا هاد الصاك الثمن ديالو 120 درهم، كاين معنا هاد الكروسة هادي الثمن ديالها 300 درهم، كاين معنا هاد القنينة زجاجية كتهز 1 لتر الثمن ديالها 25 درهم، كاين معنا هاد المصباح هذا الثمن ديالو 50 درهم، كاين معنا هاد الراديو اللي الثمن ديالو 120 درهم، كاين معنا هاد المقبس كهربائي اللي الثمن ديالو 70 درهم. الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتسناو الجديد ان شاء الله. اللي عنده شي تعليق ولا استفسار على شي منتوج يخليه في التعليقات، واللي مفيكلو مجرب شي منتوج يشاركنا الآراء ديالو في التعليقات. وإلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.